زين، يبغي الاي دي بعد يطلع وياهم. اوكي، مدام يبغينا نطبع الاي دي والافريج، الافضل نستخدم برنت اف. خلينا نشوف ليش. شوف هني، اذا بستخدم، هو يبغيني اطبع الافريج ويا الستودنت اي دي، عدل؟ فاذا بخلي الستودنت اي دي، خلينا نقول هني ستودنت اي دي، تمام. فهني لازم اقطع من النص، خلي زائد، ساقطع السترنج هني اخلي زائد، بعدين اخلي هني الفاريبل مال الستودنت او الاري مال الستودنت اللي هو ستودنت اي دي، واخلي هني شنو كاونت، تمام. ثم تشوفون كاونت، وبشغل وبيطبع لي الاي دي ويا الافريج. زين، ولكن هالطريقة مزعجة يعني في الكتابة. الافضل شنو استخدم؟ استخدم برنت اف، ان هني اخلي لي اف، تمام، واقول ستودنت اي دي. شنو النوعية اللي بتكون هني؟ بتكون دبل، صح؟ اللي هي من عائلة انتجر، فبخلي له percentage والدوت، تمام. فعرفنا ان هني عندي دبل. بعدين بخلي الافرج وراه، زين. فالافرج اللي بينطبع شنو نوعيته؟ نوعيته دبل، صح؟ فبخلي شنو، بخلي percentage، وكم الرقم ابي يطلع لي من من العقب الدوت، خلينا نقول اثنين، فبقول دوت تو اف. اف قصدهم floating number، floating number يعني ارقام الكسرية كذي، تمام. فاخلي دوت تو، اذا ابغي ثلاثة ارقام اقول دوت ثري، تمام. وهني اشيل الزائد، لان الزائد يعني اضيف النص، اما اذا خليت فاصلة معناته شنو، ان اول علامة percent خذ شنو، خذ الاي دي، تمام. في حال ان عكست الاشياء بيصير لي ايرور، خبر اوريكم شلون. الحين كذي خليته، تمام، ان السترنج كله في صوب، الفاريبل كله في صوب. خلينا نشغل البرنامج ونشوف. زين، شنو طلع لي؟ صح، ولكن شنو، كلهم ورا بعض. ليش؟ لانه ما في برنت لاين، ما في اف برنت لاين، لازم انا اخلي له. فهني شنو، اخلي له باك سبيس وان علشان ينزل تحت. خلينا نشوف الحين، مثل ما تشوفون صار تحت بعض مرتب. وهني شنو، لان خليت 2 اعطاني بس 2، خلاه احط 3 اعطاني ثلاثة ارقام، تمام. فانا بخلي 2، تقدرون تخلون 1 وتقدرون تخلون 0 يعني ولا شيء بعد. اوكي، زين. فخلنا نشوف في حال اني غلط وهني كتبت دوت تو اف مكان، شوفوا هني بيستلم انتجر او لونج، زين، اللي هو نفس الانتجر، وخليته هني حق الدبل، شنو بيصير؟ اعطاني ايرور سيدا، تمام. فلازم احاسب دي حق الانتجر، الاف وحق الفلوتينج اللي هو الدبل، الاس حق السترينج، والسي حق الشارت، تمام. هالأربعة بس. خلي بحط لكم كومنت عشان دي فور انتجر، كل انواع الانتجر دوت، مثلا بخلي حاليا 2، اف لازم تكون سمول، تمام. دبل وفلوت اثنيناتهم اوكي. حق سترنج اذا خليته كابيتال بيخليهم كلهم كابيتال، واذا خليته سمول بيصغرهم. يعني هاي بيكون حق الابر كيس، يا خلينا نقول
caps string وهاي بيكون حق اللور يا خلينا نقول نورمال زين تمام وعندكم السي حق الشارت اوكي عشان ما تنسون ولا تتخربطون في الانواع يعني لا تخلون واحدة مكان الثانية لان بيطلع لكم ايرور والايرور بيكون على هالشكل اذا شفتوا هنا شنو قال لي ان ليجل فورمات كونفنشن اكسبشن تمام قال لي هني لونج فاللي خذاه لونج فما يصير تخليه اف اوكي فبتعرفوا من الفورماتنج انه في مشكلة زين هنسبح حق الفورمات واي شي تسوونه هني دايركت كوبي تمام تحطونه حق من حق الفايل اذا ما سويته ما بيستوي بروحه فالحين اذا شغلنا البرنامج هنا طبع لي نفس الشكل طبع لي هني تمام فهاي نسبح حق الافريج وهاي احنا خلصنا المشكلة نقدر نقول اول نقطة حليناها زين خلنا نروح هني قال لي add to the result file and display on the screen student id with the highest average تمام قال لي ويا اعلى average حق ال student id زين هل هاي اقدر اسوي في اللوب ولا احتاج لوب ثاني خلنا نفكر عندي هاي الديتا عندي علشان اطلع الافرج هايس يعني اجمع ذلين واقارن هاي ويا مجموع ذلين الافرج ماله اقارن هاي الافرج ويا الافرج اللي تحت ويا الافرج اللي وكذي واطلع اعلى واحد هل احتاج لوب ثاني او اقدر اقارن مدام اول افرج بيكون في ايدي بسيفه وبقارنه في الافرج اللي عقب يعني السطر الثاني وبقارنه في السطر الثالث والى كذي فمعناته ما بحتاج لوب ثاني فبستخدم نفس اللوب فشلون بسوي الاحسن دائما ان استغل الاندكس تمام ونقدر نسوي ان نطلع الافرج الرقم ونسيف الديتا بعد ولكن البروفيشنال واي ان شنو اسيف الافرج وافق عمري تمام شلون اقدر اسيف الافرج ان اخلي في اري ثاني حق الافرج يعني مثلا هني اقول له شنو هو اللونج حق الاي دي لا مثلا هني اسوي لي اري ثاني اسميه افرج ترى صار طريقه ثانيه ان تشيكون يعني تحطون فيريبل واحد افرج وكل ساعه يتغير اذا اعلى شيء يتغير ولكن هاي افضل لنا لان ليش حتى اذا بعدين بنسوي سورت وهاي بيكون وايد اريح لان شنو اوريدي صار الافرج فما احتاج نجمعه مره ثانيه تمام فهني بنقول له افرج بيكون طبعا اري بالسايز ماله بيكون نفس ذلاك 30 نفس الستودنت اللي عندنا فهني دبل 30 وبس وشنو نسوي الحين عقب ما نطلع الافرج شوف هني مو هني قاعد نطبع الافرج قاعد نطلع الافرج من مكان نطبعه قبل ما نطبعه شنو بنسيفه في الـ في الـ في الـ في الاري مالت الافرج تمام شلون بنسيفه بنقول له average mark تمام الاندكس بيكون نفس الستودنت فبيكون count equal
المعادلة اللي سويناها قبل copy paste نشيلها هنا ونخليها هنا تمام. ومن مكان كل هاي نكتب كل هاي بنكتب سطر واحد اللي هو average.count بيكون نفس الشيء بالضبط ونفس الشغلة حق هنا. لو تشوفون اشغل البرنامج بيكون نفس الشيء وما تغير شيء تمام. نفس الارقام هنا ما في اي مشكلة تمام. كل ما صار تغيير الافضل اتشيك هل في خلل او شيء، لان ساعات انسى رقم او شيء. فالمهم فالحين انا سيفت تمام. فشنو لاني سيفت في اري عندي ميزة وايد حلوة ان اقدر باستخراج الاندكس اطلع الماكس. شلون؟ اروح حق الانتجر هنا اعرف لي شيء اسميه ماكس اخليه ايكوال زيرو تمام. وبعدين بروح وين قبل الطباعة او اي مكان، حتى عقب الطباعة اوكي ما في مشكلة لان هاي شيء ثاني. انا اشوف خلينا نحطه شوي تحت عشان عينكم شوي تصيد الكود اضبط. خلينا نحط بعد كذي خطوط عشان نقسم الكود ان كل مكان حق شيء معين عشان عينكم ما تتعب وانتو قاعد تقرون الكود. هني سوينا لوب كذي احسن عينكم بتقرا الكود بشكل اريح تمام. فخلنا نسوي الاف مالنا هني. شو بنقول له؟ بنقول له اف افريج ماكس تمام. هني شنو بنخلي؟ بنخلي كاونت نفس المرحلة اللي هو فيها. زين اكبر افريج كاونت بعد نفس الشيء، لان شنو بيصير؟ أقول لكم الحين قاعد أقارن الأفرج مال هاي في الأفرج مال هاي تمام. في نفس الأري قاعد أقارن إندكس غير وإندكس غير تمام. ولأن كل الإندكسات نفس الشيء فأنا هني ما يحتاج أسيف نيم بروحه وأسيف الهاي بروحه شغلة، بس بسيف الإندكس وكلهم مرتبطين. الافرج ماله الاسايمنت، يعني مثلا لو قال لي ابغي اسايمنت 3 مال هالشخص مال الماكسيمم اوريدي انا بعرف، لان الماكسيمم خلينا نقول مثلا صفر، فبروح بحط له صفر واطلع الاسايمنت 3 او 4 اللي هو تمام. فهني ارجع شنو اخلي له؟ اخلي له ماكس واقول له في حال، خلينا هني نخلي حق الاف ماكس بس عشان نعرف. في حال صاد اللوب، في حال صاد قيمة اكبر، زين شنو يصير؟ الماكس يتغير ويصير لي ويساوي لي شنو؟ يساوي لي الكاونت تمام. ففي هالحالة بعدين انا اقدر اطبع اللي ابغي. هل اقدر اطبع في نفس اللوب؟ الجواب لا، لان ليش؟ لازم انتظر كل هالديتا يشيك الافرج مالهم بعدين يعطيني الماكسيمم. فمن هالسبب هاي بيكون برا اللوب، ما اقدر اطبع داخل اللوب تمام. هاي نسبح حق اللوب. خلي بعد نحط هني اشارة ان احنا برا، وخلي نكتب بعد بس عشان عينكم تلاحظ ما يصير لكم مشاكل او عينكم تتعب وانتو قاعد تشوفون الكود. زين هني شنو بنقول لك؟ بنستخدم print f لانه بيكون اسهل علينا. اختصار ماله SOF تمام. بنقول له ذا
the max student ID is, خلينا نشوف هو يبغي الID. Add to results file on the screen ID with the highest average. اثنيناتهم هم الID هم ال highest average. تمام. فشنو بنكتب له؟ ID is, وهني بيكون طبعا شنو؟ مثل ما قلنا بيكون integer. D small ها؟ لا تحطون D capital بيعطيكم error. فبنحط هني D بعدين. And خلينا نقول max average is, وخلنا نحط علامة يساوي. لا تنسون هني ما في باكس ما ينزل بروحه فلازم backslash n, ونخلي فاصلة هني. هو بياخذ بس اثنين داتا اللي هو بيكون student id. طبعا شنو الاندكس ماله بيكون max. تمام. والديتا الثانية اللي بياخذها بعد average, لان احنا سوينا array فكينا روحنا, بعد بيكون max. تمام. هالطريقة الصح والسهلة انه بيكون عندي هم array في الافرج بارز, وهم اقدر اطبعهم, ما احتاج ارد احسب وكذي واسيفه في variable شغلة يعني. فخلنا نشيك الحين مثل ما نشوف شكلي ما طبعته ليش. اوكي نسيت اخلي المتغير. شوف هني يوم نسيت اخلي المتغير ما طلع لي. فشنو بقول له؟ بقول له percentage 2.f. تمام. الخطأ اللي صار ما تشوف اعطانا اصغر واحد. ليش؟ بقول لكم الخطأ الكاونت مكان الكاونت خلينا هني. دائما خلوه اخر اللوب, لا تخلون الكاونت يكون لنا بيأثر, خلوه دائما اخر اللوب. تمام. خلوه اخر شيء, اخر سطر في اللوب دائما. ثم تشوفون الحين اعطاني الماكسيمم بشكل بسيط. طلع لي الماكسيموم دايركت. فالحين لان اتاكدت ان اجابتي صح اقدر شنو اطبعه في الفايل. مثل ما قلنا نقول له output file dot, زين, وناخذ هاي كامل كوبي ونخليه هني. تمام. هني انطبع في الفايل بعد انطبع. تبون تغيرون في الشكل او شيء معين كامل تقدرون تسوون بالبرنت اف.